قناه الذلل في سادس الاشواط بشعارات اصحاب السمو الشيوخ، نسير هناك ننطلق مع المركز الاول. موال تسيطر على مقدمه الشوط، تندفع موال وتاتي قرطاسه وموال، وهناك المركز الثالث ايضا تتقدم فيه العنود وقرطاسه وموال، منطلقات بالمقدمه لشكلا ثلاثيه جميله بشعارات هجن العاصفة. يقودهن الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما المركز الرابع هذه دبي تأتي في المركز الرابع لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها في التضمير علي بن راشد بن حمد بن غدير، ويقدم كذلك على المركز الخامس مشاهدين الأعزاء. هناك مزون نعم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ايضا يضمرها علي بن راشد بن غدير، تتقدم على المركز الخامس، بينما المركز السادس شعاري هجن الرياسه حاضر مع مشكوره، يضمرها عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، والمركز السابع تدخلت فيه في هذه اللحظات الظبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم العرطي الحميري يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثامن تتقدم حيلة اللي ما فيها حيلة، وشعار هجن العاصفة ما في حيلة أبدا، هذه حيلة في المركز الثامن من هجن العاصفة، يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير في التضمير، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات وصلت شود لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع غانم بن مسفر بالقوبع، والمركز العاشر عاشر المراكز ووصلت فيه في هذه اللحظات نعم أمزاح من هجن الرياسة، يضمرها راشد بن بخيت بن مجارح المري. هذه العشر المراكز الأولى، الله يا هذا الشوط، الله يا سن إلى صايل ويا محل الرقص مع الكبار إلى صايل. مشاهدي الأعزاء المهجنات في الشوط السادس تندفع حاملة كذلك، هذه الأسماء العملاقة، هذه الأسماء القوية اللي صالت وجالت، اللي قدمت الكثير من الإنجازات، اللي قدمت الكثير من الإبداع، الذي قدمت الكثير من انطلاقات رائعة وجميلة. نعود إلى المراكز الأولى بعد أن أكملنا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، وغيرت العنود قادت مساري هذا الشوط. العنود على مقدمة الشوط تقود هذا المسار بجدارة من هجن العاصفة بشعار العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. هذه هجن العاصفة وهذه العنود من تتصدر المجموعة، وتليها في المركز الثاني موال، تأتي في المركز الثاني وقرطاسة كذلك تلاحقها على المركز الثالث. يا سلام ثلاثية هجن العاصفة لا زالت مصرة على البقاء في هذا الموقع في هذا المكان اللائق والمعتاد عليه هجن العاصفة. يا سلام بتضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير اللي يقدم الكثير والكثير مع هجن العاصفة من هذه الإنجازات المبدعة والجميلة والرائعة في انطلاقتها. المركز الرابع وصلت في رابع المراكز مشكورة من هجن الرياسة، يقودها البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. أما المركز الخامس فبنلقى فيه مشاهدينا متابعين الكرام حيلة تأتي في المركز الخامس من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس تتقدم في شودة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن مسفر بالقوبع. المركز السابع سابع المراكز تقدمت في أمزاح من هجن الرياسة، يضمرها راشد بن بخيت بن مقارح المري على المركز السابع في هذه اللحظات. أشوف المركز الثامن وتتقدم في ثامن المراكز دبي لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن راشد بن حمد بن غدير في ثامن المراكز. أما المركز التاسع أشوف الثمان المراكز اللي انفصلت واللي
اللي باعدت بينها وبين البقية، هذه اللي تتقدم وعينها على الثمان المراكز هناك وعلى التنافس. هذه الظبي لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي يتولى عملية تضميرها، ووصلت مصيحة على المركز العاشر لاسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، الشاعر حمد بن علي العويسي يتولى عملية التضمير. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز، هذا ندان الثاني بالنسبة للعشر المراكز الأولى التي تنطلق في مساء هذا اليوم في رقص الكبار، ومع لوحة الأربعة كيلومترات بل غادرناها قبل فترة، لوحة الأربعة كيلومترات في هذا المسار الشيق وفي هذا الاندفاع الشيق والجميل على أرضية هذا الميدان، تتصدر المجموعة وتقود مسار هذا الشوط من البداية العنود العنود على أرض أهل الجود على ميدان المرموم في دبي. مشاهدينا الأعزاء، في دانة الدنيا هذه العنود تتقدم على المركز الأول، هذه العنود على الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام في هذا الانطلاق مع عالم الأصالة في تحفة الميادين في الميدان الذكي. نتواصل وتتواصل العنود من هجن العاصفة، تتقدم المشاركات يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، تأتي في المركز الثاني موال لتعزف موال المقدمة لتعزف موال هذا المسار، موال في المركز الثاني أيضا من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثالث أشوف التواجد من مشكورة بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة، البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يقودها مضمرا في هذا الانطلاق، تحركت حيلة، تحركت اللي ما فيها حيلة في أداها وفي شكلها في شعارها الجميل، حيلة في المركز الرابع من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير على رابع المراكز. أما المركز الخامس فتتدخل أمزاح في هذه اللحظات وتتدخل شودة، ولكن أمزاح بشعار هجن الرياسة على المركز الخامس في هذه اللحظات يضمرها راشد بن بخيت بن مجارح المري. شودة تأتي في المركز السادس لاسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن مسفر بالقوبع. المركز السابع بينما المركز الثامن تتدخل دبي في ثامن المراكز، وتأتي دبي كذلك وعينها على المراكز الأولى لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير في التضمير. تصل الظبي، الظبي وصلت، الظبي تحركت، الظبي بدأت تقرب من المراكز الأولى لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها الخبير بو حمد مسري بن سالم بالعرطي الذي يتولى عملية التضمير. بينما المركز التاسع أشوف تاسع المراكز، هذه الظبي أيضا لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يأتي الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. هناك المركز العاشر اللي عند الحميري لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، اللي هي نوف، نوف اللي اسمها من ثلاث حروف. هذه العشر المراكز، وتقريبا هذا ندان الأخير للعشر المراكز. دخلنا في البوابة، بوابة الاثنين كيلومتر، اتجاهنا مباشرة بعد انحناء الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، أعود إلى المركز الأول بعد انحناء الميدان وبعد التوجه إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية والناموس. هذه العنود، العنود العنود مسيطرة على المقدمة، تقود هذا السرب من الأصايل المهجنات الذلال. مشاهدين الأعزاء، تتقدم هنا العنود، تقود هنا العنود بجدارة من هجن من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. حيلة يا حيلة، حيلة على المركز الثاني، حيلة انطلقت على المركز الثاني، حيلة من هجن العاصفة أيضا بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما مشكورة في المركز الثالث الشعار الأحمر شعار هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد في التضمير. المركز الرابع
وصلت شودة في المركز الرابع، بل تحركت شودة، بل كانت شودة موجودة في قمة التنافس من بداية الشوط. هذه شودة، شودة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن مسفر بالقوبع. هناك التحرك، وهناك موال لسمو من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. لكن هذه اللي وصلت، هذه اللي وصلت في هذه اللحظات، مزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد مع مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري. وهناك دخول وتحرك، تحرك من شعار هجن الرياسة، وهذه اللي تدخلت الفائزة من هجن الرياسة، حمدان بن عوض بالكيل العامري يقودها مضمرا. يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص الموقف، الموقف الموقف حساس، ولا زالت، لا زالت العنود، لا زالت العنود معاندة. حرك حمدان، حرك حمدان بن عوض، راحت الفائزة، انطلقت الفائزة، راح راح راح. يا سلام يا سلام، روح الأمتار الأخيرة، واصل انك بن شريم، واصل انك يا حمدان بن عوض، غادم بن شريم مع فتون، مع فتون بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فيصل بن طالب بن شريم المري في عملية التضمير. ولا زالت الفائزة من هجن الرياسة مع حمدان بن عوض بالكيلة. فتون فتون فتون، فاتنا على المقدمة، فاتنا على ناموس هذا الشوط. هذه فتون انطلقت على المركز الأول، ولا مزون، مزون على المركز الأول، هذه مزون على المقدمة، مزون يا مزون، مزون مزون مزون، هطلت مزون الفوزي والناموس على ميدان المرموم في هذا المساء مع مزون. تهانينا لأبو راشد، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري، من قدم الكثير من الإنجازات لحظات وصول مزون إلى خط النهاية والفوز والناموس. المركز الثاني وصلت فيه الفائزة من هجن الرياسة، شودة في المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. المركز الرابع وصلت فيه الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس من هجن الرياسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، كانت الأثارة وكان الحماس حاضر في هذا الشوط من بدايته حتى نهايته، ولكن مزون اللي انطلقت بهذا الشوط في الأمتار الأخيرة وانقضت على الناموس وحظت بناموس هذا الشوط. 12 دقيقة 41 ثانية والسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري من ضمر وقاد مزون في هذا الشوط، بينما قدمت أداء جميل كذلك اللي هي الفائزة. قطعت المسافة 12 دقيقة 42 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة على الفوز بالمركز الثاني، والتهنية موصولة لحمدان بن عوض بالكيلة العامري، بينما شودة في المركز الثالث. شكرا يا مخرجنا. 12 دقيقة 43 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، ويضمرها غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري. هكذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.